اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من انت حر. الفقره الثانيه مش الاولانيه هيكون معانا نحل طبعا لانهم جنس ناعم، هيبقى معانا رنا وايفون وايمي، ودول اللي هيبقوا ضيوفنا في الفقره الثانيه. الفقره الاولى بقى كان في غنوه كده يا جماعه طلعت في الثوره، كل انا سميتها غنوه الثوره، محمد منير غناها غنوه الثوره، وكنت كل ما بسمعها لازم ابكي. تيجي على صورة شهيرة جدا جدا، الورد اللي فتح في جناين مصر، غنوة بلادي يا بلادي. و يعني أنا الغنوة انتشرت كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا، وبعدين اكتشفت ان اللي عاملها صديق ليا، شاب رائع وجميل، مش عايز اقول زملكاوي عشان الاهلاوي بيقول لك وانت ما بتجيبش غير فنانين زملكاويه وبتاع، ما انا فين قولي لي الفنان الاهلاوي اهلا وسهلا ينورني هنا موجود وعلى العين وعلى الراس. انا معايا ومعاكم الفنان الرائع الجميل المبهج والثوري والناشط عزيز الشافعي. يا دكتور مدحت بشكرك طبعا على المقدمه الجميله دي، وانا ليا الفخر والشرف ان انا موجود معاك، ببارك لك على البرنامج الجميل اللي انت حضرته وما شاء الله على نجاحه، ويا رب دايما ربنا يزيدك. وعلى فكره امبارح كان عندك فنانين اهلاويه، ايمن بهجت عمر والله طبعا وعمر. طب مش تقول اهلاويه جدا وتوما اللي زملكاوي بس. لا توما زملكاوي، وعمر مصطفى ملوش في الكوره بس ايمن اهلاوي. ايمن طب خلاص، يبقى الراجل اللي اتهمني بقى انا ما اجيبش غير فنانين زملكاويه كان معايا الشاعر ايمن بهجت قمر اهلاوي اهو. كويس انك قلت. ابعت له تحيه طبعا. طبعا ابعت له تحيه لايمن وعمرو وتوما وبارك لهم والله. طبعا حاجه عظيمه، بارك لهم والنبي بارك لهم، عشان في جدا على بشرة خير وعلى ازاي اغنيه، وهما بيثبتوا برضو ان الفن ليه دور، وان الفن مش مجرد تسليه. يعني اكيد ريسبونس الناس للنزول في الانتخابات فرق مش كده بعد بشرة خير يعني في ناس واخدين قرار ان هم هينزلوا، وفي ناس مش مهتمين قوي بالحدث، وفي ناس مش معترفين بالعمليه الانتخابيه في. تمام. يعني ثلاث مستويات. المستوى اللي في النص ده اكيد هيبقى العدد الاكبر اللي فيه هينزل بعد الغنوه، لانها ادت تفاؤل وفكرت الناس ان الصوت قد ايه مهم. مهما كان اختيارك، هتختار السيسي هتختار حمدين، انت عايزه بس انزل وشارك في العمليه الانتخابيه ونجح البروسيس نفسها. طب وايه رايك بقى ما دام بنستمر يعني في هذا الحوار، ايه رايك في الناس اللي بتنتقد، وانا مش منهم يعني، بس الناس اللي ازاي تجيبوا شعب مصر بيرقص، شعب مش عارف ايه بتاع، ايه رايك في النظره لل هو حكايه بنتكلم على الفيديو كليب بقى مش على الغنوه. ماشي على الكليب يعني. الفيديو كليب هو عشان خاطر فيه الغنوه نجحت نجاح جامد قوي بره اسمها هابي، تتكلم على يعني هي كلها رقص من اولها لاخرها رقص، وجايبين ناس كتيره، فهي واخده نفس المود بس من 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 خلال مصريتنا احنا ومن خلال الرقص المصري. ايه المشكله في الرقص؟ بس انا عايز افهم الناس ما عندها مشكله ليه في الرقص، هو الرقص ده تعبير جسدي عن حاله شعوريه جوه الانسان، ممكن ترقص لانك فرحان وترقص لانك مذبوح. وزوربا اليونانية قصة الرقص الشهيرة بتاعت أنتوني كوين كان بيعملها لما مات ابنه، ولما قالوا له انت بترقص زي وابنك ميت، فقال لهم لانه هو لو ما رقصتش انا نفسي هموت. فالرقص تعبير عن مشاعر انسانية وعن حياة. يعني الناس ليه بقينا ننظر للفنون نظرة فوقية كده وبقينا مكلكعين؟ من احنا شعب ده الغنوة من رأيي انا، يعني رأيي انا من اجمل ما فيها الناس البشر اللي كانوا موجودين على الشاشة. مظبوط انا معاك في وجهه النظر دي، بس برضو انا هحترم وجهه النظر الثانيه ليها وجهتها. يعني هي الفكره في ايه، ان احنا المفروض هنتكلم على الاغنيه الوطنيه او على تطور الاغنيه الوطنيه. الاغنيه الوطنيه بعد 30/6 خدت شكل مختلف عن قبل 30/6. الشكل الراقص، الشكل ده كان موجود برضو لو حضرتك تفتكر في اغاني الستينات بتاعت قلنا هنبني واحنا بين السد العالي وبالاحضان وصوره، كان فيها برضو الايقاع المقسوم، وكانت الناس يعني بشكل او باخر تعتبر اغاني راقصه، يعني اغاني ممكن ترقص عليها. لكن ده ما كانش موجود في الثمانينات والتسعينات. الاغنيه الوطنيه كانت اغنيه رمزيه، وكانت اغنيه دايما يعني تحس انها اغنيه عميقه وليها معاني وليها كلام غير مباشر. اغاني منير واغاني محمد فؤاد والاغاني الوطنيه بتاعت الفتره دي كانت اغاني ليها شكل.
فالناس بقى دلوقتي الاغاني الوطنيه بقت اغاني كوميرشال. ده مش عيب او مش حاجه غلط يعني، بس هو يمكن في ناس مش متوائمه او مش حاسه ان هي دي الاغاني اللي ممكن تعبر عن احساسهم ناحيه البلد، لكن هي اكيد حاجه جميله وناجحه. ايوه احنا انت فتح الموضوع على فكره، بالمناسبه عزيز بيكتب بتحليل الاغاني رائع، ربنا يخليك، وانا اتفاجئت بيه وناس كتير كلموني قالوا لي وعزيز شافعي ده الملحن، اه ده بيحلل كويس جدا، احنا مش واخدين اصلا على النوع ده من ايام الله يرحمه يعني خالد الذكر استاذ عمار الشريعي، طبعا طبعا الله يرحمه المحلل الرائع والعبقري ده. فانت الحقيقه كنت بتحلل تحليل جميل، والناس لازم تبقى يعني خلينا احنا بنتكلم على الاغنيه الوطنيه. الاغنيه الوطنيه بتعبر عن حاله وطن في مرحله ما. فلما عبد الحليم يغني يقول قلنا هنبني وادي احنا، واخد بالك، في احساس بالانطلاق نحو امل ما بنشارك فيه كلنا. طبعا الغنوه زي مثلا غنوة بشرة خير، اللي بيحصل في مصر ده بعد قهر الاف السنين، ان احنا بننزل وننقي ونختار ونقول انت اللي هتبقى رزق وهنحاسبك خلاص، ده حالة فيها تفاؤل وبهجة، وناس حاسة بكيانها وكينونتها، غير لما تبقى في حالة كبت ومضطر تعبر بالرمز عن حبك للوطن. بالظبط، مش كده؟ الفترة اللي ما كانش فيها حرية كنت انتوا بتروحوا للاغنيه الوطنيه من خلال الرمز، الجيل بتاع اللي هو الجيل بتاع فؤاد ومنير والشعراء والملحنين اللي اشتغلوا وعملوا اغاني وطنيه. اولا كان ثلاث اربع الاغاني اغاني وطنيه، حتى الاغاني العاطفيه بتحس انها برضو بتنفع للبلد. وكانت المعاني رقيقه جدا وفيها ابداع، لان ده كان ورث مين بقى اللي قبلها؟ كان فؤاد حداد وكان صلاح شاهين، فكان طبيعي طبعا كان طبيعي يطلع الشعراء اللي هم تمانينات والتسعينات يعملوا حاجات برضو لازم تبقى يعني غصب عنهم متأثرين بيها طبعا، لازم متأثرين ويحاولوا هم يقاروا نفسهم بالأعمال العظيمة دي. وكان اتفضل يا عزيز، لكن الدنيا اتغيرت خالص. احنا دلوقتي انت عايز الأغنية الوطنية دي يغنيها الناس في كل حتة والشباب وكذا، طب ما هو بيحب الشكل ده من الأغاني. هو ايه المشكلة ان انا اعمل أغنية وطنية تنجح موسيقيا، تنجح تشتغل يعني تسلم الايادي وبشرة خير بيشتغلوا في الافراح؟ بالظبط. وبعدين عزيز انت ما جيت تغني على الشهداء، ما انت قلت بلادي يا بلادي وكلنا عيطنا وكده غنوة وطنية، يعني الحالة هنا مستاهلة تعملها كده، والحالة هنا مستاهلة تعملها كده. فالفن ملوش قالب، الفن شعورك واحساسك. سمعنا حاجة بقى، انت هتفضل لا انت بتحلل كويس بس بتغني احسن. سمعك ايه؟ سمعني اللي انت عايزه. من القلائل من الملحنين الشباب اللي بيعزفوا على العود، هم معظمهم بيعزفوا على الجيتار، والعود هو يعني سيد الآلات في التلحين. العود يعني الأصابجي وعبد الوهاب وفريد الأطرش وبليغ حمدي والموجي، ويعني مش عايزين ننسى حد، كل ده بس بس احنا فين والناس دي فين يعني؟ ده احنا فين والناس دي فين؟ لا يعني العفو، كل جيل بيخلق فنانينه. اتفضل يا عزيز. انا هغني اغنيه انت بتحبها، كنت عملتها ايام بعد الاعلان الدستوري اللي هو بتاع الرئيس السابق مرسي، اللي هو كان فيه ظهرت بعدها موجه في الثوريه في الاتحاديه ونزلنا كلنا، يا سلام. فعملت ساعتها اغنيه انت دوله، الله عليك، نزعت هنا في السي بي سي يعني بعشقها. انت دوله مش تكية مش مقاولة، انت حرة فوق جبين الدهر جرة، انت دولة مش تكية مش مقاولة، انت حرة فوق جبين الدهر غرة، انت حتة من شهيدك، انت نغمة من نشيدك، انت ست لكل بلدي ما تخلقش اللي يبقى سيدك، انت حتة من شهيدك، انت نغمة من نشيدك، انت ست لكل بلدي
ما تخلقش اللي يبقى سيدك واللي عاداكي اللي عاداكي مهما باعك واستباحك يوم يومين ولا حتى يا حبيبتي شهور سنين مهما باعك واستباحك يوم يومين ولا حتى يا حبيبتي شهور سنين في النهاية انتي باقية وماشي في النهاية انتي مصر هو مين. الله الله، عايز اقوم ابوس راسك. ربنا يخليك والله بجد. يعني يا جماعه لازم نعرف ان الفن فن المقاومه، وامتى تقول كلمتك في التوقيت اللي في ناس كتيره جدا كانت خايفه ومستخبيه. الراجل كان بيطلع يقول هذا الكلام، وغنينا مع بعض البرنامج انا وانت عند هاني رمزي، وشعور الفنان بالخطر على وطنه هو اللي خليه يعمل ده. صح، انت مصر وهم مين؟ وفعلا بقيت مصر وهم فين؟ هي الحمد لله. يعني انا كنت ساعتها انا بعمل اغنيه حتى وانا بكتب الكلام، واللي باعك واستباحك يوم يومين ولا حتى حبيبتي شهور سنين، انا ما كنتش عارف الحاله دي هتفضل قد ايه. كلنا. فكنت بطمن نفسي ان حتى دي لو قعدت شهر، قعدت شهرين، قعدت سنه، قعدت 30 سنه، ما قعدنا 30 سنه. بس في الاخر الشعب لما حب يتحرك قدر يتحرك. اللي احنا انا عايز اكمل على ده 30 سنه. ما حصلش في السنه اللي طبعا الحقيقه ما هي سنه قد 30 سنه، بدليل ان في ثوره حصلت في سنه. بس انا كنت ببني على الكلام بتاع ازاي غنوه بشرة خير قدرت انها تقرب الناس للانتخابات وتنزلهم. اللي خلانا اصلا نعمل انتخابات ونقول هننزل وفي ديمقراطيه هي 25 يناير. طبعا 25 يناير هي اللي خلت حاجه اسمها 30 يونيو تحصل، و25 يناير والشباب اللي نزل في 25 يناير هو اللي حرك الوطن العربي والعالم كله في اتجاه معين. لان في ناس دلوقتي عشان خاطر تحب تعظم في 30 يونيو تيجي على 25 يناير وتقول لك 25 يناير. هذا كلام اللي يقول كده لازم تعرف انه ضد هذا الوطن. من حررني وحررك من الخوف هو 25 يناير. تمام. 25 يناير اللي كسرت حاجز الخوف عند المصريين. واي رئيس جمهوريه قادم يعلم ان الحساب جاي من الناس اللي نزلت في 25 يناير ثم اكملت في 30. فما حته 30 و25، 25 يناير هي ثوره ثم مدت بموجه ثانيه في 30. اي حد يقول غير كده انا ما انا باكد على كلام حضرتك. لا طبعا دي ما فيهاش هزار، ما حدش يقدر. ما كناش هنقعد انا وانت نتكلم من القعده دي. مزبوط. ولا نقعد في وزاره الثقافه شهر. مزبوط. قاعدين جواه عشان بنمنع الوزير من الدخول لو ما كانش ده حصل. ده كان موقف ده كان اول تريجر ل 30 يونيو. الموقف اللي عملوه الفنانين وحضرتك وزملائك في وزاره الثقافه، الوزير قعد يمكن شهر مش عارف يخش الوزاره وما دخلهاش وجم المغير والمش عارف ايه والناس دول جم واتضربوا قدام رشا عزب يمين. رشا عزب وغير رشا عزب كل الناس كانت واقفه موجوده ممنوع حد يخش الوزاره. مزبوط. ده ما كانش يجي ابدا غير بعد 25 يناير. مظبوط. مش كده؟ طبعا طبعا. انت شايف ان مصر هيحصل فيها ايه بعد انتخابات الرئاسه؟ ايا كان اللي هيكسب او تتمنى يحصل فيها ايه؟ طبعا انا اتمنى في كل الاحوال، انا مش هبقى يعني انا هبقى سعيد باي مرشح يكسب. الاثنين بالنسبه لي في جوه برنامجهم بيقولوا ان 25 يناير ثوره و30 يناير ثوره. تمام. يعني حمدين بيقول اللي بيقول على 25 يناير مؤامره، واللي بيقول على 30 يونيو انقلاب ما يدينيش صوته مثلا. موافق. والسيسي في قال 25 يناير ثوره و30 يونيو ثوره. طبعا. فانا مطمن في التوجهين. تمام. في الكلام اللي بيتقال، لكن في الفعل انا ما اعرفش. لا حضرتك عارف ولا انا عارف. اتمنى ان الفعل ده بشكل او باخر يبقى مناسب للدم اللي سال في 25 يناير وفي 30 يونيو والنضال بتاع الشعب في الثلاث سنين دول والتعب والارهاق اللي مصر كلها عدت على الاقل. على الاقل الطبقات الكادحه طبعا. اللي هي الحقيقه ما خدتش اي حاجه طبعا. من لا ثوره ولا مصر ما بتاخدش اي حاجه، وده اللي خلى الناس تكفر بالثوره وخلى الناس تكفر باهداف الثوره ومبادئ الثوره. وفجاه بقى كل عمل الثوره مؤامرات وكل حاجه بقت ده عشان خاطر الاقتصاد. والله اللي كفر بالثوره اعتقد يعني الناس الحقيقيه ما كفرتش بالثوره،
بدليل لما خافت على مصر نزلت يوم 30 ونزلت. يا عزيزة انا بقيت اقابل ناس في الاتحادية، ناس غلابة جدا، واقول له نفسي افهم انت نازل ليه، انت خدت ايه من البلد دي؟ والله بقيت اساله الاسئلة دي، يبص لي يعني ومداش بالسؤال، هو يمكن عمره نفسه ما سأل السؤال ده. انا عايز اعرف الراجل ده نازل ليه، خايف على مصر. فالناس دي ما كفرتش بالثورة لكن عندها امل في اللي جاي. فلازم الراجل اللي جاي ايا كان الاستاذ حمدين المشير السيسي يعني نمره واحد واثنين وثلاثه وعشره، الامن احنا موافقين، والعدل الاجتماعي طبعا، مش كده؟ طبعا لازم ياخد باله من ان البلد مش حمل تجارب تاني، مش هينفع فيها تجارب، ومش هينفع فيها ديكتاتوريه، ومش هينفع فيها فساد طبعا، ولا هينفع طغيان ولا طبعا أي مش هينفع. لازم يبقى في توجه، عايزين نشوف امل، عايزين نحس، عايزين نعيش الامل بدل ما احنا بنحلم بيه بس، عايزين نعيشه، عايزين نعيشه، عايزين يبقى في هدف قومي زي ما كان الستينات، جيل الستينات كان طالع، والاغاني الوطنيه بتاعت الستينات مترجمه اللي كان بيحصل. الناس كانوا حاسين ان كلهم جنود في جيش، جيش بيعمل ايه؟ بيبني مصانع، جيش بيعمل اصلاح زراعي، جيش بيعمل سد عالي، في هدف قومي الشعب كله كان ماشي فيه، وخلى بقى في نهضه، مش بس نهضه في المصانع وكده، نهضه فنيه وادبيه ثقافيه ومسرحيه وغنائيه. بص للرموز ساعتها تعرف احنا كنا فين بالظبط. احنا دلوقتي ما عندناش نهضه فنيه، خلي بالك، احنا عندنا دلوقتي الفن الرديء هو اللي بيكسب، الفن الرديء هو اللي بيلاقي اللي يسعفني. انت عارف الفن الرديء بيكسب ليه؟ لان مفيش قدامه فن جيد، اول ما يبقى قدامه فن جيد هيطرد الفن الرديء ده يعني في جميع العالم كده. حقيقة. انا عايزك تسمعني فن جيد، سمعني بلادي يا بلادي. انا ان انا الغنوه دي بالنسبه لي بتعمل لي حاله، بتعمل المصريين كلهم حاله كانك بتدوس على زرار ترجع الناس تقف في الميدان 18 يوم. قولوا لي امي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لي امي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا امي اموت اموت وبلدنا تعيش، امانة تبوسوا لي ايديها وتسلموا لي على بلادي، يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولبسة جديد، لاخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي. لا لا ده انا عايز الكوبليه الاخرير. طب قولوا بقى معايا بقى. لا اقول ما انا ما يهمنيش يعني، اذا الناس استحملت صوتي هقول. انا مش عارف اقول الكوبليه الاخرين. مش كده؟ معلش انا بفتكر ايام بصراحه يعني. لا بس بص بيصعب عليا قوي ان الواحد يحس ان فجاه الناس مش فاكره الناس دول. 25 يناير مش هتحس بيه دلوقتي ابدا، هذا غير موازين المنطقة في والعالم كله، وغير الشعب المصري، وخلى شعوب العالم العربي كله تتغير ويبصلنا. اوعى تبص للحاجات الصغيرة اللي بتحصل واللي مش متأكد لكل ثورة ضحايا، لكن التأثير الذي فعلته ثورة 25 يناير تأثير عظيم وممتد وإيجابي، شئنا او لم نشأ، والتاريخ هيقول كده. انا معاك واتمنى ان ده طبعا يبقى اللي بيحصل، لكن ما تنساش ان احنا دلوقتي بقى عندنا حاجه اسمها قانون تظاهر.
ما يليقش بثورة 25 يناير وبثورة 30 يونيو اللي لولا المظاهرات ما كانتش حصلت، ان يبقى عندنا ناس محبوسين. انا موافقك عشان اعلنوا بس رأيهم. لا انا موافقك، انا بطلب اعادة النظر في بنود قانون التظاهر لانه ليس قرآنا، ونتمنى من الرئيس القادم ايا كان ان يعيد النظر في هذه البنود. وما ينفعش الناس تقول عايزين نتصالح مع الاخوان ومش عايزين يتصالحوا مع الناس اللي وقفوا معانا ضد الاخوان في 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 المقطم واتضربوا واتعملوا قدام عينينا في الاتحاديه من الاول. بس كده ده لازم يتقال. طبعا يعني. طبعا انا عزيز بشكرك. بشكرك جدا. وانا هنطلع بفاصل في الكليب الجديد بتاعك. طيب ان شاء الله يعجب الجمهور ان شاء الله يا رب. شكرا عزيز. شكرا جدا. والفقره الجايه طبعا مستنونا معانا البنات الجمال رنا وايفون وايمي. استنونا بعد الفاصل نرجع لكم ان شاء الله. طريقة للفلسعة من العلاقة العاطفية. فلسعتي ازاي عشان حسيتك متفلسعة؟ فن الفلسعة. رجعنا المطبخ البريد. ايه ده، هو مش المفروض ان هو يطش؟ يطش يمشي. لا هتطش. سمعتيها؟ ريحة صواني مفحفحة. اهلا وسهلا بيك، ورحبوا معايا بالبنات الجميلات اللي ما بعرفوش يكذبوا. ما اعرفش ازاي انا اعرف بنات بكذبوا ده من الولاد بكتير، بس ماشي ماشيها. رنا اهلا وسهلا. يا رنا اهلا وسهلا. ايفون اهلا وسهلا. يا ايفون ايمي اهلا وسهلا. ثانك يو، منورين الدنيا. نور خليك. ده نورك. نبتدي باحدث منضمه للوسط الفني والاعلامي. والاعلامي ايه حكايه الشغل المذيعه دي؟ والله يا دكتور هما قالوا لي تعالي تعملي مذيع، قلت لهم وماله؟ انت ما بتقوليش لا، انت عاجبك كده، انت ما بتقوليش لا. يا سلام حد لاقي. طب حسيتي باي شعور بالقلق بالخوف، ولا انت واخده على موجه الكاميرا والحاجات دي؟ انا ما عنديش مشاكل. هقول لحضرتك، انا يعني بعد خروجي من ستار اكاديمي فانا الكاميرا بالنسبه لي بقى في بقيت اقدر اتعامل معاها احسن من الاول طبعا بكتير. تمام. ولكن فكره ان انا ابقى مذيعه شويه كانت خضاني يعني. اللي هو
مره واحده كده. طب واحده ليه؟ عشان هتبقي فورمال مثلا هتضطر تتكلمي بشكل المذيعه، ولا انت بتقعدي تبقي ضيفه؟ انا برضو يعني حتى انا لما بقيت مذيعه بقيت هو انا بطبيعتي. اما طبيعي ده احلى حاجه يعني. بس فكره ان انا ابقى مذيعه وعلى الهوا وبتكلم وبناقش وبسال والكلام ده، حاسه بايه طب دلوقتي؟ مبسوطه. مبسوطه يعني التجربه بالنسبه لك تجربه طبعًا لذيذه كتير يعني كتير وضفت لي طبعا. طب كويس. والايفون انت كنت ايفون اصلا؟ انا كنت اصلا مراسله في نفس البرنامج. من يعني زدنا في دقيقنا يعني. انا عديت. بص انا ابو ظبيف اشتغل مذيع والمراسل ماشي. انا عديت على كل واضح ان هم ما بيحبوش يصرفوا في القناه دي. قال لك بدل ما اجيب ناس من بره المعد يعني. انا تقريبا عديت على كل مراحل العمل الاعلامي. صحافه، اعداد، اشتغلت مراسله، كتبت سيناريو، عملت مسلسلين. فانا عديت على كل المراحل. تقولي له لما ما نجحتش في الحاجات دي كلها اشتغلت؟ لا انا مش ما نجحتش. لا 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 على فكره انا عامله مسلسلين لطيف. انا عامله حرمت يا بابا كان سيت كوم لطيف جدا. وعامله مسلسل تاني اسمه سلطه بلدي. يعني افهم كده ان انا قاعد مع منافس زميل؟ لا 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 مش للدرجات دي. لا لا ما مش للدرجات دي. ده بقت منافسه في السيناريو وبعدين اشتغلت مذيعه، جت اشتغلت مذيعه ده فاهمين؟ اه هشوف حضرتك رايح فين ورا وراك. طب والله انت كويس اشتغلت. بتقولي لي سيناريست، عندك سيناريوهين سيت كوم، وايه تاني بقى؟ في السيناريو ولا في الشغل؟ لا لا في الشغل. في الشغل اشتغلت في الاول خالص صحافه، ومن الصحافه اشتغلت اعداد، كنت بعمل برامج، وشويه اشتغلت مراسله، وبعدين ابتدى الموضوع يختلف معايا شويه، فلقيت ان انا عندي فكره ان انا بكتب سكريبت حلو. اوكي. وفي نفس الوقت بطلع الشاشه يعني بعمل شغل لطيف، فاستغليت كل الحاجات اللي بعملها يعني. لو بمثل ولا بغني ولا بعمل اي حاجه، فكل حته فيها وظفتها في الشغل اللي انا بعمله. تمام. هل سبت حاجه من دول ولا هتستمري في ما بقتش اكتب. ودي حاجه مضايقاني جدا، لان هو انا ربنا اكتر. فكره لميس يعني حذرتني، قالت لي اوعى كتابه، عندنا مذيعين كتير. بس انا جدا متضايقه جدا، لان عارف لما ربنا يديك موهبه وبعدين هو مدهاني في حته كمان مش موجوده كتير. انا بكتب ساخر، كنت بكتب من وانا صحافه كتابه ساخره، وانا اشتغلت كتبت كوميدي، فالكوميدي ده مش عند ناس كتير. أوكي. فانا مستحرمه، بس في نفس الوقت الدنيا ماتت شويه في الانتاج. فانا بطلت. بس انا معلش حتى اعتبري نفسك ظبطتيها خلاص. هي لا الموهوب الموهوب الحقيقي في اي مجال ما بعرفش اسيب المجال ده. هترجعي له؟ هترجعي له ان شاء الله. ايمي نعم كلنا بقى ايه الحكايه الاذاعه؟ شفت اخدوني على مشامي. ليه بقى؟ انا كنت متخوفه جدا في الاول. حياتك عارف احنا طريقه شغلنا ازاي. وخصوصا بقى تمثيل وغنى، فخليني في الحته دي. بس لا، لقيت الموضوع زي ما بيقولوا محرز. واكسبيرينس حلوه. غير كده بروحي يعني بطبيعتي. وبحب اهزر كتير. هو بس في فلتر واحد بس محطوط عندي اللي هو خايبه من الالفاظ اللي هي طالعه، بس ده الفلتر اللي موجود. غير كده انا كاني قاعده في الليفينج بالظبط. بالظبط. ما هو طبيعي ان الالفاظ اللي بتبقى طالعه اكيد يعني ما يبقى يعني وهوى. وده كان تخوفي. لو تسجيل كنت اكيد قلت اوكي على طول يعني. بس كنت قلقانه في الاول، ما عنديش فيها مشكله يعني. كان عندي فيها مشكله كبيره انه هوى. طبعا ما دام فيش مونتاج. اللي طالع محسوب عليك يعني. بالظبط. بس الحمد لله ان هو يوم لطيف في الاسبوع كده. نكون ضيوف خفاف لطاف وميرسي. لا لا لطاف وناجحين، بدليل ان احنا يعني انتم منورين هنا. يا كاد ما بعرفوش يكذبوا. دي يا رنا انت شايفه ان البنات ما بيعرفوش يكذبوا؟ احنا اصلا طالعين نكذب يعني. مش كده. مش كده. مش يكذبوا. يعني دافعي عن المرأة. دافعي عن المرأة. مفيش حد ما بيكذبش، سواء مرأة ولا يعني. قلنا الستات ما بعرفوش يكذبوا، قلنا ماشي. والبنات كمان. البنات لا قاعده نايس لهم. الاطفال ما بيعرفوش يكذبوا يعني. لا ما فيش حد ليها علاقه بالصنف الصراحه. ملهاش ليها علاقه بان الشخص الكذاب كذاب والشخص اللي مش كذاب مش كذاب. مظبوط مظبوط صح. كلنا بنكذب. لا انا لا الحمد لله. دلوقتي يا جماعه في ناس بيقولوا لي فرقه البيس سي بي سي كلها بتحقد عليك عشان معاك ثلاث امارات. يا جماعه يعني انا عيان بقى لي اسبوع مش من قليل. مش ناقص. كفايه كفايه بجد يعني. وبرضو انا بقول بقى للي في الاير بيس، خلي بالك ان في برضو زملاء بيحقدوا علينا عشان احنا قاعدين مع الدكتور. ناس كتير بصراحه. مش ميرسي ربنا يخليك. يا دلوقتي يا رنا الفانز بتوعك. هنرجع نلف نلف ونرجع للفانز بتوعك. الفانز بتوعك لطاف جدا الحقيقه. انا بعترف ان الناس لطاف جدا. بس انا ممكن قبل ما حضرتك تسال السؤال، ممكن اوجه لكم كلمه واحده. اتفضلي. يا جماعه هو في مشكله. انا بالنسبه لي دي اشكاليه بسيطه جدا، ان احنا مش في برنامج مسابقه. رنا خلصت المسابقه، فاحنا في برنامج احنا هننجح كلنا.
يا ما ننجحش كلنا. هو ايه اللي بيحصل؟ طب اشرحي لي بس. انا دخلت على الصفحه بتاعت الستات. ما في شكوى يا جماعه، ده احنا هنحقق. ايوه انا دخلت على الصفحه بتاعت الستات لقيت هجوم، وانتوا بتقطعوا رنا وانتوا مش مديين فرصه رنا و... اللي هو يا جماعه في ايه يا جماعه؟ احنا في برنامج اول حلقه تطلع علينا اكيد هيبقى فيها اخطاء واكيد هيبقى فيها مشاكل. بصي هقول بس اكيد ما بنعملش ده على الارض. ده حصل لي انا شخصيا لما استضفت احد نجوم ستار اكاديمي. مظبوط. خلاص ومثلا ما دخلوش المكالمات عشان في توقيت في لما ولما استضفنا رنا برضو الناس يعني مع ان الناس متخيلين يعني مش عارفين ان في سيستم في القناه وان في اعلانات بتيجي فما ينفعش الوقت يتخطى. هم الناس عايزين جبنا رنا تقعد تتكلم بقى. احنا كمان بالنسبه لنا احنا كستار اكاديمي ان الناس خدت علينا يشوفونا 24 ساعه عايشين معاك فبيصدقوا. مظبوط. فبيصدقوا اي فرصه نظهر فيها على الشاشه. عايزيننا بقى ناخد دونا فرصتنا بقى نوصيهم علينا. لا لا ده انت مش عارفه رنا قويه ازاي. ده رنا كلهم انا عارفه انها ده رنا. ده بصي ده رنا تقول لهم محدش يجيب سيره ايفون بس خلاص انت الموضوع خلص على قد كده. لا لا الفكره بجد والله احلى حاجه عجباني في البرنامج ان احنا الثلاثه روحنا حلوه جدا مع بعض الحمد لله وحابين بعض. يعني احنا بنقعد نتكلم سواء قبل الهوا او في الحاجات اللي في النص اللي هو ازاي كل واحد لو شايف حاجه ممكن تتظبط في الثاني بيقولها للثاني. انا عايز اقول لك على حاجه بس لسه بيقولوا لي دلوقتي ان الفانز بتوعه عملوا هاشتاج اسمه شكرا دكتور متعه العدل. يلا ثاني ترند في مصر. شفت بقى يا دكتور شفت قد ايه؟ لا قد ايه انا بتودد ليها. لو هم بيحبوا حضرتك جدا. انا عارف ربنا يخليك. انا بهزر والله. ما شاء الله دكتور مدحت قمه في ذوق. مين معانا؟ مفيش حاجه الايبود منا. يا منا. انا ميرنا. ميرنا اهلا يا ميرنا. عايز اكلم رنا. ازاي؟ خش على رنا على طول. خش مالكيش دعوه بينا. على رنا. ازيك يا ميرنا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ هتعيطي ليه؟ زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ لا انا مش زعلانة، انا مبسوطة ان انا بكلمك. ربنا يخليك يا رب. متشكرة جدا يا ميرنا. ميرسي يا ميرنا نورتينا. ممكن اسألك سؤال؟ انت كاتبة ساخرة، بتحبي مين من الكتاب الساخرين المعروفين؟ بحب مين؟ بحب بلال فضل. تمام. بحب يوسف معاطي. مين تاني؟ بس يوسف معاطي مقال يعني بحب المقالات بتاعته اكتر من الافلام. تحديدا يعني. من ناحيه السخريه يعني. من ناحيه السخريه. اوكي. بحب استاذ ابراهيم عيسى طبعا. بيكتب حاجات فيها تاتش لزعه السخريه تاتش كده. بحبه برضه. طبعا استاذ احمد رجب طبعا طبعا طبعا. اكتر حد كنت بعشقه الله يرحمه جلال عامر. طبعا كان ايه الابداع ده؟ طبعا ايه الابداع والجمال ده؟ يعني كان بيكتب الجمله هو جابها ازاي؟ وبسيطه وسهله وتلاقيكي انت كنت بتقولها ايه ده انا بقول الكلام ده ويطلعها بمنتهى السهوله ويضحكك من قلبك. يعني الكاتب الوحيد اللي كان بيضحكني بجد. ده انا لسه قاري له تويت حد بنشرها له بيقول لك الله يرحمه بئس بلد العدل فيها شركه انتاج ومحدش بيحقق العدل في البلد دي. دي كانت موجوده في وقتها. انت متخيله يعني؟ لا الله يرحمه كان جميل وكان بيقول الجمله تحس ان هي جابتك. وانت التمثيل يعني ما خدكيش شويه الاسبوع ده من ال هو خدني هو خدني عشان كده حتى عندي مشكله في المواعيد في التاخير. احنا برضو على سي بي سي ان شاء الله رمضان السنه دي العمليه ماسي. ف ودور جديد وحلو. مين العمليه ماسي بطوله مين؟ احمد أنا حلمي. انا سمعت الاسم. احمد حلمي. احنا خلاص. وبشرى ونبيل عيسى ولا بس ده لله. بس ده مسلسل مش لا مسلسل كرتون. كوميدي. كوميدي عادي؟ مش سيت كوم. لا 45 دقيقة مسلسل يعني. بجد؟ ده صوروا امتى احمد حلمي ده؟ بيصوروا في الدرة ولا انا ما سمعتش؟ بعدين بقى بلاش باكي كلوز اقول لك كلوز. اصل انا كنت مع احمد حلمي كتير وكنت عارف انه ما عندوش مسلسلات السنة دي. لما قريت العمالة ميسي قلت احتمال يبقى مسلسل مثلا كرتون وحلمي في او. خلاص بقى يبقى فهمتيني كده. عشان كده يعني بيقول هو مش هيظهر خالص. هو نزل البرومو بتاعه اوريدي على سي بي سي. هنشوف. مش عايزه تحرق. رنا ايش؟ نعم. ينفع ما تغنيش؟ لا خلاص. انا ممكن ارد على نيلا. يلا عشان الفانز بتوعك مصرين على حاجات كتير. النهارده ما غنيتش غنى. ايه؟ النهارده ما غنيتش في الحلقه. فانا هنعرض تغني في الحلقه كل حلقه بجد؟ لا مش كل حلقه. لا مش الحلقه اللي فاتت والحلقه دي ما غنيتش. لا غني بقى عشان تبقى عوضت الحلقه بتاعتي. ايه اللي يعجبك؟ ممكن اقول حاجه للست ورده. يا جدا وذكرى لسه ذكرى بتاعتها اول امبارح.
انا شخصيا من عشاق سيده ورده. انا طبعا بعشقها عشان طبعا. يعني فنغني لها حاجه. مالي طب وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي طب وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشة في احلى ليالي ويا حبيبي الغالي وبحبك اوي عيوني وبحبك مهما لموني بحبك اوي عيوني وبحبك مهما لموني ما يلوموا طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي. الله 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 الله. انا سألت سؤال للناس بعد انتخابات الرئاسة هتتابعوا البرامج السياسية زي الاول ولا هتروحوا البرامج الترفيهية؟ فالناس ردت علينا نوران هاشم قالت احنا من قبل الانتخابات واحنا بنروح البرامج الترفيهية لاننا زهقنا من السياسة. ومي قالت انا ما بحبش اتفرج على برامج السياسية من اصله بزهق منها بسرعة حاجة ملل بصراحة. وامنة قالت والله انا بطلت من زمان اسمع برامج سياسة ممكن اشوف الاخبار واسمع التحليل لان بتعب وبزهق والبرامج الترفيهية هي المخرج الوحيد من الاكتئاب. رنا قالت رنا عبد الله اكيد هتابع السياسة عشان اشوف وضع مصر هيوصل لفين والرئيس الجديد هينفذ البرنامج بتاعه ولا ما ينفذوش. هلا قطب بتقول انا عن نفسي مش بتابعها دلوقتي عشان اتابعها بعدين السياسه بتجيب اكتئاب ومضره بالصحه وبتسبب الوفاه. ده حقيقي زي التدخين. ودكتور بليز سلامات لرنوش بقى الله يسلمك. ايناس ماهر محتاجين نتابع سياسه شويه وفن وترفيه شويتين اكتر. نور حسام انا عموما مش بتابع البرامج السياسيه من اصله. نسمه السياسه دلوقتي بقت جزء من حياتنا اليوميه فبالتالي بتابعها. ساره اللي تابعها دلوقتي ولا هتابعها بعد كده بقالي سنه مقطع التلفزيون اصلا. احمد حسن هنتابع البرامج السياسيه عشان نشوف الرئيس المصري الجديد هيحقق طموحات الشعب ولا مش هيحققها. ياسمين النجار اكيد هنتابع. امال ازاي نبقى احنا الشعب واحنا الحاكم وما نتابعش ونؤيد وننتقد؟ امال هنبني بلدنا ونطورها ازاي؟ مظبوط. بس يا ياسمين والله. ناصر الجمال انا لا بتابع برامج السياسيه دلوقتي ولا بعد كده. متشكرين يا ناصر. طارق رضوان على كل مصري ان يتابع ويتابع بشغف كل البرامج والقرارات والوعود اللي وعدونا بيها ونفضل صحيين للرئيس القادم. عاطف بدر الالتزام في كل شيء افضل من الالتزام في كل شيء افضل من كل شيء او مش عارف يعني. المهم الراجل عايز سياسة وترفيه وانا رأيي معاه كده لا ده يغنى عن ده. معانا تليفونات. امنية. الو. اهلا يا امنية. اهلا. خش على رنا على طول عشان ما نضيعش وقت. رنا ازيك يا امنية؟ الله يسلمك يا رنا. عاملة ايه؟ انا مش مصدقة ان انا كلمتك اصلا. ربنا يخليك يا حبيبتي. لا صدقي انا بكلمك اهو. الحمد لله. عاملة ايه كويسة؟ الحمد لله بحبك قد الفيل. وانا بحبكم كلكم قد الفيل. ميرسي يا نور. معانا ساره. معانا نوره. دي كانت ساره. معانا نوره. نوره نوره. طب غني لها. الو. يا نوره. الو مساء الخير. مساء الخير يا نوره. رانا معاكي. ازي حضرتك يا استاذ مدحت؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك حضرتك. كل فانز رانا سمحت بيحب حضرتك قوي وبنشكرك كتير وحضرتك لك معزه خاصه عندنا يعني. الله يخليك. انا اللي بشكرك والله على ذوقكم وعلى كلامكم الجميل في شخص المتواضع. مش عايز اضيع عليك الوقت. معاك يا رنا. ازيك يا نوره. ازيك يا رنا. متشكره جدا يا نوره. ميرسي على تليفونك يا حبيبتي. ازيك انت كويسه؟ راحت. الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير. شكرا يا نوره. ومعانا ساره. خش يا ساره. ازي حضرتك يا دكتور مدحت؟ اهلا وسهلا يا ساره. واضح ان حضرتك زعلان مننا جدا. لا والله اطلاقا ده انا فرحان بيكوا. ده انا قلت لهم افتحوا المكالمات علشان المعجبين او الفانز بتوع رنا يعني مستحلفين لي وبعتين لي مليون تويته فانا فاتح التليفونات عشانكم. اتفضلي. ثواني يا دكتور. انا مش من فاند رنا سماحه. انا من فاند محمود محيي وبحب رنا جدا طبعا. رنوش حبيبتنا. ده بنت بلدي بلدي. بتتكلم ازاي؟ بتتفرجي يا بصي يا ساره انت بتتفرجي على البرنامج بتاع البنات ما بيعرفوش يكذبوا؟
بتفرج على البرنامج وشفت الحلقه الجديده. بهني ايمي جدا جدا جدا، وبهني رنو وشعسر زي السكر وايكم كمان. بس انا عاوزه اقول كلمه لو سمحت. اتفضلي. البرنامج اسمه انت حر، وانا عاوزه اقول رايي. اتفضلي يا حبيبتي. بالنسبة لدكتور محمد الأمين، أنا بس نفسي أسأله إمتى هيسلم محمود محيي الجايزة بتاعته؟ سؤال واضح وصريح، لأن إحنا صوتنا عشان موهبة، إحنا بقى مستنيين إن هما يردوا علينا، إحنا محدش بيعبرنا يا دكتور مدحت، مصر كل يوم مش بيجي فيها موهبة زي محمود محيي. أستاذ صابر، أستاذ صابر الرباعي وأستاذ قاسم الساهر قالوا مصر كله هتفضل بخير وربنا هيفضل بخير طول ما في موهبة بالشكل ده. النقطة وصلت يا حبيبتي، شكرا. انا بس مش سامع السؤال كده. هي بتقول امتى القناه هتسلم الجائزه بتاعته بتاعه المسابقه؟ اداره القناه اهو احنا على الهوا وانا مش عارف الحقيقه ايه الملابسات بالظبط، ليه ما سلموهوش الجائزه مش عارف يعني، لكن اكيد ده هيحصل وهيسلموه الجائزه لو في جائزه. انا مش عارف الملابسات الموضوع تقريبا بياخد عربيه لما بيكسب في المسابقه. بياخد عربيه. مش متابعة خالص الكلام. لا لا طبعا احنا هنطلع بريك لغاية ما نشوف موضوع العربية ده ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. رجعنا لكم تاني، وعايز اسألك يا ايمي سؤال. انت شايفه ايه المختلف في البرنامج بتاعكم عن برنامج شباب في قنوات اخرى بتكلم عن الشباب وبتاع؟ في شيء مختلف يعني ولا زي زيهم؟ لا في كتير. ايه بقى؟ هي البرامج اللي بتتكلم عن الشباب في القنوات التانية ما تحسهاش شباب قوي. بمعنى ان تلاقي حد بره سيجمنت الشباب بيدي نصايح. بره سيجمنت، بره سيجمنت السن تقصدي؟ سنه ومش مش عايش معاهم، ما بيتكلمش لغتهم، وبيدي نصايح. الشباب ما بيحبوش النصايح. تمام. الشباب بيحبوا تو شير اكسبيرينس، كل واحد مر بالظروف دي يحكي له حصل له ايه، لان هم شير اكسبيرينس يعني نتشارك الخبره. الخبره معلش سوري. لا معلش ما يهمكيش، بس عشان الناس. انت حصل لك كذا؟ بجد؟ طب انا هجرب. لا لا لا، ولا اقول لك بما ان حصل لك كده يبقى مش هجرب. الشباب بتحب الكلام ده، ما بتحبش حد بقى دكتور في العلم النفسي يجي يقعد يكلمهم وانت لازم تعمل ما زي الاب والام. كتير ما بيسمعوش كلام ابوهم وامهم، يسمعوا الغريب. انت شايفه ان انتوا بتعرفوا توصلوا للشباب من خلال نفس لغه الحوار؟ احنا عايشين نفس الحياه وبننزل معاهم، يعني عايشين نفس وجود الشارع وجود النايت لايف مثلا او السفر، المواضيع بنناقشها مواضيع كومن. الى جانب ان كل حد فينا ليه كارير الخاص بيه، وكل حد فينا ليه عمر برضو مختلف عن التاني. فاحنا انا 18 سنه انا عارفين انت عندي 3 عيال ب 18 سنه، عارفين تجمعوا مع بعض عارفين يعني نجمع. طب ايفون انت شايفه ان البرنامج موجه للشابات اكتر من الولاد ولا لا؟ لا لا انا مش شايفه ان احنا موجهين، احنا بنات عاملين برنامج لكل الشباب سواء ولاد او بنات. يمكن انا حابه كمان اجاوب على السؤال اللي جاوبته ايمي، ايه المختلف في البرنامج عندنا عن اي برنامج تاني؟ احنا بنحاول نبقى مختلفين. ممكن اتكلم على الجزء بتاع الاستوديو اللي احنا بنبقى فيه. في الاستوديو احنا بنحاول حتى الانترو ما نبقاش قاعدين، يعني اللي هو مش هنعمل انترو اللي هو اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيك. لا مش عاوزين، احنا مش عاوزين نبقى كده، لان مفيش حد مننا عنده طقطام ان هو يقعد ويقعد ينظر. الشباب ما بتعملش كده، واحنا قاعدين مع بعضينا ما بنعملش كده، فاحنا بنحاول ما نعملش ده، بنحاول نكسر ده شويه على مستوى التقارير. وده الجزء شويه اللي هو انا بعمله بشكل منفصل عنهم هما الاثنين. انا من زمان ما بعرفش اعمل التقارير اللي هي ايفون نبيل، ما بعرفش ما بعرفش اعمل كده. انا بعمل نفس اللي قلت لحضرتك عليه ده بقى. انا بكتب سكريبت وبعمل فكره وبنزل. انا طبيعتي ان انا بحب اتعامل مع الناس في الشارع، فبفك الناس في الشارع، فبيتعب يعني بيبداوا يتعاملوا معايا على طبيعتهم. وده اللي الناس عايزه تشوفه، مش عايزه تشوف ناس غيرهم، عايزين يشوفوا نفسهم على طبيعتهم، مش واقفين بيتكلموا للتلفزيون. فده اللي بيتعمل في بنحاول نكسر روتين المذيعين. تمام. اسالك سؤال يا رنا، بما ان انت اصغرهم سنا، قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ لا 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 مش على كده. اعداد حد يقول له سني بليز. هل شايفه ايه؟ انا بشوف دلوقتي بنات سنها 12 سنه وعندها قصه حب عميقه جدا وحاجات كده، والله بجد ده حقيقي موجود. واصغر كمان 12 سنه. واصغر كمان ده 12 دي كبرت خلاص. طبعا هي كده خلصت الجواز بقى. فركشت مرتين. فركشت مرتين مثلا وخانها مره. ايه شايفه ان ده يعني سببه ايه؟
النضج المبالغ، هل الميديا، هل الكمبيوتر؟ طبعا هو الميديا عليها عامل كبير جدا جدا جدا. انا عندي اختي الصغيره عندها 11 سنه بلاقيها بتناقشني في مواضيع سني ويمكن اكبر من سني انا كمان. ليه؟ هي قاعده 24 ساعه قدام التلفزيون تتفرج على برامج، تتفرج على افلام، فطبيعي جدا بقى عقلها خلاص بقت اكبر من سنها. فهو تقريبا كل الجيل ده كده. بس حتى الصغيرين قوي، يعني انا عندي ابني 5 سنين اصغر من كده كمان. لا يوسف ممكن نناقش معاك في موضوع بجميع الابعاد بتاعته. هو مضبوط. جميل انه هو جميل انه يناقش في كل حاجه، ودي حاجه انا بتكلم في ان المشاعر اللي هو اكيد مش حب في السن ده اكيد ممكن يعني تدفعهم لاشياء سيئه، وممكن تعملهم احباطات نفسيه. وده بقى اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا بنبتدي نعمل مبادرات بنصلح حاجات وحشه. هل ده بتتناولوه في البرنامج بتاعك النهارده؟ عندنا اول مبادره النهارده والله، اللي هي كانت ايه؟ كان يوم بلا تكنولوجيا. نو تكنولوجي داي. تكنولوجيا بمعنى حتى موبايل، مش بس بقولك واتساب وفيسبوك وتويتر ومش عارفه انستغرام وبي بي ام، لا كله حتى الموبايل لا. عايز تكلمني كلمي على الارضي. اللي هو تعالوا نتواصل بشكل حقيقي بقى ونقعد مع بعضينا، ولو عاوزين نقابل صحابنا نروح نقابلهم بالظبط، يعني نبقى بني ادمين. لان بقى يعني بقى في مشكله وسائل اتصال بقى، وسائل انقطاع الاواصر يا دكتور. حضرتك دلوقتي العزاء ناس بقت تبعت واتساب تعزيه او بي بي ام اي، هابي بيرث داي بقت ستاتس على الفيسبوك. صح. يعني فين الحياه؟ احنا ما كناش كده قبل الموبايل ما يظهر، كنا بنقعد في البيت نستنى نتقابل امتى في النادي، فنستنى تليفون بعض. يعني قديمه قوي يا مقوله كده. انا عايز اقول لك اللي بتقول لك كده هي اصلا مهووسه بالتكنولوجيا. لا ما هو بص بس هي على فكره ماسكه موبايل من سنه 94. بص بس هشرح لك حاجه، هي مش فكره مهووسه، هي فكره. انا بعض الاحيان لما اكلم ابني وما ردش عليا مثلا 3 ساعات، ما بتردش عليا ليه؟ يقول لي طب لو ما كانش الموبايل موجود كنت هتعمل ايه؟ بمنتهى احنا غصب عننا خلاص اتعودنا. لو الموبايل بتاعك ضاع منك ساعه الدنيا باظت، تحس ان الحياه كلها باظت، خلاص انت بتاخدي على ده. فهي ده بتبقى مهووسه لانها اتعودت على كده. بس يعني لازم احكي لك لما جبت لابني الووكمان. ووكمان زمان شريط كاسيت. ابني ايباد ومامي ويتد سلودينج والحاجات دي، ثاني بيحمل القصه وبيخش على التيونز. ايوه الترجمه بعد اللي تقوليه على طول. لا اي تيون ستور. طب ده الترجمه قال له ايه؟ المهم فجبت له ووكمان. لا انت على فكره انت ممكن تقوليه بس الناس ما تبقاش عارفه انت بتقولي ايه. اللي هو لما تيجي تشتري حاجه ابلكيشن بتخش على الستور تشتري تحملها وتدفع فلوسها المحل بتاع الابلكيشنات. لا مش قوي كده. دي تو ماتش. لا جبت له ووكمان وجبت له شريط كاسيت وحطيتهم له قدام. فبقول له جوي ايه العلاقه بين الاثنين؟ قاعد متنح ويجيب ده كده ويفتح، فجاه لقى حاجه فيها اوبن فداس اوبن ففتح، فلا يبص من جواه وبعد كده يبص على الكاسيت بيقول لي واتس ذس يا مامي. المهم شغلته له وحطه له على ودنه، قال لي ايه ده انت المزيكا الاختراع ده؟ طبعا بيقول لي بس المزيكا وحشه قوي. وانت ليه بتعملي له كده؟ عايزه اعرف حياه الجيل ده. يعني واحد صاحبه بيألف الكتاب بالتاتش يا دكتور. معلش ما هو انت ضروري يعني انا اقصد لك انت بتلاقيه بترجعيه لورا ما تطلعيه لقدام. لا عايز اعرف عندنا المخ شغال في الايباد برضه بالتاتش. لا بص انا يعني هقول لك نصيحه، اذا عودتيه يقرا من الكتاب المقروء هذه اعظم نصيحه هتقدميها له. وتعوديه عليها من دلوقتي. هيبقى مع كل الاجيال. معانا تليفونات ثانيه. اسلام. الو. اهلا يا اسلام. ايوه يا عمو. اهلا يا حبيبي تحت امرك. عايز تكلم مين؟ رنا معاك اهي. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ عندي 9 سنين. حبيت كم مره يا اسلام؟ حبيت كم مره يا اسلام؟ كتفتها كتير. معانا رنا. ايوه يا رنا. الو. اهلا يا رنا. ممكن اكلم رنا؟ اتفضلي. ازيك يا رنا؟ ايوه يا رنا. عامله ايه؟ انا بحبك قوي. اول مره على فكره ان انا اتكلم اي برنامج بس عشان خاطرك انت بس. ربنا يخليك يا حبيبتي، متشكره جدا يا رنا. معانا هنا كمان. رنا وهنا. هنا. الو. اهلا يا هنا. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ الحمد لله. عايزه اقول لكم انا بحبكم وام سيستر الاربعه كلكم جدا. حبيبتي ربنا يخليك يا هنا. وبحبك يا رنوش فؤاد الفيل. حبيبتي ربنا يخليك يا هنا. وعايزه اقول لك ان انا اصلا مقاطع التلفزيونات وما بتكلمش على اي تلفزيون، بس دي ثالث مره اتكلم عشانك انت.
ربنا يخليك يا رب، متشكره جدا يا هنا. ميرسي يا هنا. ومعانا نهى. يا نهى. الو الو. اهلا يا نهى. حضرتك مره زي كل مره، بس اكيد بقى النهارده زياده طبعا على مش حضرتك. حد سمع حاجه؟ لا احنا مش سامعين يا حبيبتي. كلمينا تاني لو سمحتي. معانا دنيا. يا دنيا. يا دكتور مدحت ازيك؟ اهلا وسهلا يا دنيا. اخبارك ايه؟ طبعا انا برحب بالبنات اللي معاك كلهم، بس انا الحقيقه بتصل عشانك انت يا دكتور مدحت. يعني عايزه اقول لك ان حضرتك يعني حطيت للاعلام مفهوم جديد بجد. انت راجل محايد وبرنامجك ده انا مش بحييك عليه، انا بحيي سي بي سي ان هم اختاروا واحد زي حضرتك. الله يخليك. عشان تقدم البرنامج. هيقولوا عليك يا قريبتي وعيلتي. لا والله يا دكتور، عايزه اقول لك والله العظيم دي حقيقه، انا بقيت بقعد بتفرج على حضرتك وبسيب اي حاجه في الدنيا. ميرسي جدا. انا بهنيك على البرنامج وبهني السي بي سي على حضرتك الحقيقه. ربنا يخليك. ميرسي جدا يا فندم. واحنا كمان بنهني سي بي سي على دكتور مدحت بصراحه. معانا مصطفى. مصطفى. اهلا يا دكتور. اهلا يا مصطفى، ازيك؟ ازيك يا عم؟ تحت امرك يا مصطفى. يلا عايز تسال لحد سؤال تحت امرك. ها يا درش يا مصطفى. خط كلمنا تاني يا مصطفى. يا مصطفى نكمل. لما انت كنت بتغني يا مصطفى تعرف تغنيها؟ بس فرنسي وانا ما بعرفش فرنسي خالص. توتو كوكو توتو يعني وتو يا حاجه وتو في الاخر. هتعمل لنا حاجه لدليده. طبعا. طيب خلاص ما دام دخلنا في فرنساوي وبقى مجد كلثوم اسمعها في ام كلثوم. ما انا هو هي اول مره تجيلي ما جات لي وغنيت ام كلثوم، بس يعني زي ما انت عايزه. عايزه دليدة؟ عايزه خلينا دليدة. اغني دليدة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، وغنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكرياتي كل اللي فات فاكرة يا بلدي. قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي. فين أيام زمان قبل الوداع؟ كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل، مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحب على شطين. يا ليلي يا ليلي ليلي. واو سيدي. عايزاها بتغنيها حلو جدا. تصريفها للحن حلو. هتجاملوا بعض على انا اللي اقول. لا انا ما بجاملش والله. انت بص انت عارف في الارض. مش فاهم انا. لا ما بجاملش. اصل هي قالت بتصريف اللحن. حكايه الدور اللي عملتيه مجنون عشان تعملي تقرير دي، ايه الحكايه دي؟ حد قال لي كده فقال لك ده عملت مجنون. لا دي عملت تحرش، هي اللي نزلت تحرشت بالولاد. ايوه ايوه ايوه. لا احكي لي بقى. انا بقول لك التقارير معايا مختلفه شويه. طب قولي لي عملت ايه؟ كنا بنعمل حلقه عن التحرش. كنت في برنامج شبابي كنت بعمل حلقه عن التحرش بس زمان قوي. فاحنا كنا عاوزين نعمل تقرير مختلف. فعايزه احسس الولاد ان انتوا بتعملوا حاجه غلط من غير ما انصحهم، هي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها. فهعمل ايه؟ فنزلت انا عجزت ولاد. بعدين فالكلام اللي انا المفروض اقوله لهم هم بقوا يقولوه لي. عيب، ما يصحش اللي انت بتعمليه. لا والله. وفي ولد اتكسف، وفي ولد اتكسف ومشي. الرياكشن ايه؟ تقول له خلص خلص عشان عاكس اللي وراه. واحد واقف هو. لا ده لزق. يعني ده انا عاكسته فلزق مش عاوز يتحرك. عجبته. فقلت له خلاص اتكل على الله بقى عشان عاكس اللي بعدك. فقال لي ايه؟
قلت له بقول لك اتكل على الله بقى عشان عكس اللي بعدك. فراح قال لي لا ما هو مش معقول. قلت له انت هتسبلي جواز حد تاني خالص معاك. فاه فالواد بصري قال لي حتى جده ما رحمتهوش. فهي فكره انت ضروري تمثلي بقى مش تكتبي تمثيل ساخر. انت ممكن تمثلي كويسه جدا على فكره. بجد؟ اه والله بجد. لا موهبه اخرى تضاف الى موهبك. اه عايزه اكلم حضرتك بقى على تقرير المجنونه. اه تقرير المجنونه ده برضو هي نفس الفكره ان انا بدور ازاي اعمل الموضوع بس مش بشكل مباشر. هنزل اسال حضرتك انت ازاي بتتعامل مع الحالات الخاصه في الشارع. فانا عملت مجنونه بثلاث اشكال. شكل منهم اللي هو الشخص المجذوب اللي ماشي في الشارع وده كان اخطر شكل عملته. ليه بقى؟ لان التقرير ده اتفتح عليا مطوه. يعني انا عملت التقرير مثلا نص ساعه اتفتح عليا مطوه واتضربت. يعني كان هتضرب بكرسي بس الحمد لله انا جريت فما جاش فيا. مع ان انا ما عملتش الناس دي حاجه. انا كل اللي بعمله ان انا كنت بضحك وكنت ناكشه شعري وكنت لابسه طبعا لبس شكله بشع. كانوا بيخافوا منك يعني. كانوا بيخافوا مني. اه بيخافوا. مش فكره يعني مش فكره ان يعني فكره بس في ناس بقى واللي ده يعني ده اللي تكتشفه ان في ناس تعاطفت. مش تعاطفت ده ازاي الناس المصريين طيبين كده. انا قلت انا جعانه. سمعت ان انت لميتي فلوس جامد. لا ده في الشحاته. ده في الشحاته. ده تقريبا كان عن الموضوع تالت كان عن الشحاته. وعملت الشحاته بكذا ستايل. يعني انت بيجي لك ناس يقول لك انا من اسكندريه وكنت تايه ومش عارفه ايه. فانا عملت ده بلبس عادي جدا واقول لهم بليز لو معاكم اي كوين. يعني منتهى التنكه اللي في الدنيا. مودرن. لميت فلوس. لميت فلوس. انا لميت في خلال 10 دقائق 49 جنيه 75 قرش. اتفضلي بقى. قلت لي الناس اللي بتشحت ما لازم تشحت. صحيح. قلت اتعشت وروحت على كده. طب والله برافو عليك. لا بس انا عملت كمان بشكل ان انا كنت لابسه جلابيه. يعني عملت الشكلين الشكل المودرن وكده وشكل الناس اللي لابسين جلابيه. وعملت دي بقى اداني مسج. الحاجات دي ليه ما صورتهاش؟ صورت. صورت كل ده مصور. طب ليه دي وزعتوها عندكم؟ سي بي سي. لا مش عندنا لسه بس في البرنامج عندنا. ما هي كانت ستات. حلوه قوي قوي. يعني الافكار نفسها حلوه. كان في ربنا يديكي طول العمر كان في حد مشهور جدا من الصحفيين اسمه عبد العاطي حامد. استاذ عبد العاطي حامد ده اشهر واحد عمل الحاجات دي. بس كان بيعملها طبعا كانش فيها. كان في الجورنال. كان صحافه. كان صحافه. والراجل هو زوج الاستاذه فاطمه الكسباني وكان من المشهورين. عمل شحات وعمل مجنون وعمل. انا قريت بقى الكلام ده. يعني انا اول قرايتي في موضوع الصحافه ده عجبني وبدات صحافه. يعني انا لما بدات صحافه كنت بعمل المواضيع دي صحافه. بعدين لقيت ان هي بتفقد كتير جدا من اللي انت بتحكيه وانت بتكتب. بالظبط. انا عايز اشوف. هو ده معدل الصوره المرئيه والصوره المكتوبه. ايمي. نعم. انت هنسيبك قاعده كده من غير ما تغني. لا ايه ده فعلا. شفتي ايه ده فعلا. ماشي. شفتي اللي هم يتمنعنا هنا الراغبات يعني. لا والله لا والله بسيب الطلعه دي الرنة. خلاص بقى مش كل ما اقول حاجه هزر فيها. اتفضلي. هتغني لنا ايه؟ معلش عندي برد النهارده والحاجات دي وكده. فايزه. دي عشقي. طب غني لنا ايه الفايزه؟ ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه واداري عليه ما وصفلوش عذابي وحيره شبابي وحبه اللي خدني من اهلي وصحابي وازاي بس داري وازاي بجاري واتشوق اليه ازاي بس داري وازاي بجاري واتشوق اليه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه. لا لا دكتور عايز اقول لحضرتك اتفضلي. ايفون بتغني كمان. والله لا غني غني. لا لا ما احنا ما ينفعش. لا ما بص يعني انت حر وجود رنا على يعني. لا 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 ان الموضوع بالنسبه لي هوايه. ينفعوا تغنوا مع بعض؟ بص يا سلام. طيب انا حق اصل حقفل بيكي تغني ام كلثوم عشان نقفل الحلقه بيكي. اوكي نغني مع بعض. ماشي غنوا اي حاجه مع بعض زي ما انتوا عايزين. تيجي نادي غنوه تجنن اصلا. بموت ده. انا عايز اقول لك بقالي اسبوع كتفي ما بيفصلش. غنوه تجنن اصلا. لسه كنا بنتكلم عن الغنوه دي النهارده. ايه غني حاجه حافظها عشان هم لسه. انا مش عارفه ايه لسه مش حافظاها. طب يلا اي حاجه غني. حنين. يلا نقول حنين. مين حنين دي؟ حنين ورده. لا معاكوا ربنا بقى. تغلوشي بقى. لا ما تخافيش. يلا. حنين حنين حنين
أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين. والغربة دوبتني لكن ما غربتني عنك طول السنين، شايلة في مني عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين. يا عيني شايلك فين عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين. يا عيني وحنين المحرومين. آه يا الحنين. الله 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 الله، صوتك جميل واحساسك جميل والله. بتغني حلو والله. يعني اولا بس عايز اقول لكم حاجه، احنا الاسبوع ده غنينا كتير قوي، فلازم نقول لكم الاسبوع الجاي طبعا اعملوا حسابكم. لا عندنا، لا عندنا حلقات، عندنا انتخابات رئاسيه بقى. طبعا. وهنعمل حلقات سياسيه وهنجيب ناس يحللوا لنا في حاله فوز الاستاذ حمدين، في حاله فوز المشير السيسي اللي هيحصل، علاقتنا هتبقى عامله بامريكا ازاي، بالبلاد العربيه ازاي. عايزين حد يعني ايه، هنجيب ناس يشرحوا لنا ويحللوا لنا ونتكلم معاهم علشان مستقبل مصر، علاقتنا بالبلاد العربيه، علاقتنا بالامارات، علاقتنا يعني اللي بيحصل في ليبيا دلوقتي والجيش الليبي بيستجير بالجيش المصري، ويعني في احداث كتيره جدا بتحصل موجوده في الدنيا. فيعني اولا انا بشكرك يا ايمي، نورتيني بجد، بشكرك جدا 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 يا ايفون والله. انت يعني مبسوط ان انا لقيت كاتبه زميله وممثله، وهتبقي ان شاء الله هيبقى لك مستقبل هايل. ربنا يخليك. رنا طبعا ضيفه سابقه قبل كده، نورتيني يا رنا، واهلا بيكي دايما وبالفانز بتوعك. ربنا يخليك. وتصبحوا على خير، متشكرين، نورتوني. ربنا يخليك. ولكل الناس اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، وحلقات معلش بقى اللي ما بيحبوش السياسة يستحملونا عشان الحلقات كلها هتبقى سياسة في سياسة. تصبحوا على خير ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.